اهلا بيكم، معكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حموده للسيارات في ابو ظبي. اليوم احنا هنكلمكم عن السياره اللي طال الانتظار على ان احنا نطلع عليها تقرير. طبعا هي البريمير من التاهو 2021، سياره واقفه هناك في الخلفيه بتاعتنا، احنا هنشوفها دلوقتي بالتفاصيل. يلا بينا، هننتظر طبعا تعليقاتكم وهننتظر تليفوناتكم واي اسئله انتم حابين تسالوا عليها. يلا بينا، اهلا بيكم. طيب زي ما احنا شايفين حجم السيارة ما شاء الله، بالنسبة لحجم انا زي ما انتم شايفين كبير جدا. السيارة طبعا بقت اكتر ارتفاعا، اكتر طولا وعرضا، ده بيأثر طبعا على حجم المساحة الداخلية للركاب. زي ما احنا شايفين انا تقريبا كتفي عند المراية، ومن تحت هنا كمان هو ظاهر. هوريكم، نرجع ورا شوية نشوف. اهلا بكم مره تانية، زي ما وعدناكم احنا هنعمل لكم التقرير اليوم عن التاهو البريمير ال 2021. يلا بينا نشوفها من الداخل مره تانية. معكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حموده للسيارات شيفروليه ابو ظبي. اهلا بكم. زي ما احنا شايفين اللون ما شاء الله رائع، اللون الجديد نازل عندنا عليها اسمه ساتن ستيل. هنشوف المفتاح في الاول، المفتاح اهو ما شاء الله، علامة الشيفروليه الشهيرة. طيب يلا بينا نشوفها. طبعا اللون احنا قلنا عليه اسمه ساتن ستيل او الرمادي المعدني. ده طبعا شكل السيارة من الخارج، نلف حواليها بعدين نشوف تفاصيلها. تكون فيها 4 اكزوست، دي واحدة من الملاحظات الجديدة اللي نازلة على البريمير فقط. الشدات من الكروم، اطار الشبابيك من الكروم، نقابة كروم، غواسة متحركة تطلع وتنزل مع فتح الباب. في كروم كتير ما شاء الله على الشبك الأمامي، بيدي فخامة وحجم أكبر للسيارة من الأمام. احنا كنا شفنا من قبل كده موضوع الكليرنس أو الخلوصي أو الدعمية العالية على الـ Z71 في فيديو سابق على القناة. ده فرق الارتفاع او الخلوصي او الكليرنس ما بين السيارة والارض في الـ Z71، هو طبعا ما بيكونش موجود بنفس المساحة او الفرق ما بين السيارة والارض. ما
عشان السيارة اللي قدامنا حاليا هي مصممة أكتر طبعا للخط والمدينة. في ملاحظة تانية نازلة على كل السيارات حاليا، موضوع عدم وجود كشافات ضبابية طبعا لأسباب كتير، يعني لأن الإضاءة بتكون كلها LED كاملة، فيها الداي رانينج لايت أو الإضاءة النهارية موجودة شغالة طول الوقت، بيكون عند ده السيجنشر بتاعها زي ما احنا شايفين. تمام، طبعا بيكون أوفر في استهلاك الطاقة، الليتات ال LED بيكون شكلها أحلى وبتبين أكتر في الضباب أو في الليل. السيارة اللي قدامنا زي ما احنا شايفين كروم كتير ما شاء الله على الشبك، وفي عندنا الكاميرات، في كاميرا أمامية هنا شعار الشيفروليه الذهبي الشهير. فيها الحساسات الأمامية طبعا، هنشوف من الجنب للسيفتي طبعا، هنا النور الأصفر، رنجات زي ما احنا شايفين بيكون ديزاين جديد بمقاس 22، هنشوف مقاس التاير فين وصل له. اوكي 275/50/22 طبعا بينزل نوع بريدجستون. تمام، هنشوف المراية، المراية بتكون عليها الكروم إشارات، في كاميرا كمان عند المراية ونقاط عمياء على المرايات، مطورة طبعا، مطورة يعني ما بتستناش ان هي يكون في سيارة جنبك او جنب سيارتك، بتنبهك قبل وصول سيارة جنبك عشان السيفتي طبعا. الدواسة زي ما احنا شايفين هي مرفوعة اوريدي، بس احنا قلنا ان هي بتتحرك مع فتح الباب. ممكن نقرب شوية ونشوفها. طبعا دخول ذكي على الابواب، الدواسة بتنزل زي ما احنا شايفين. تمام، بيكون المسافة مناسبة جدا للدخول والخروج من السيارة بسهولة. طيب هنشوف الباب، في تخشيب جلد على مسند اليد، مقابض الباب كروم او لونه فضي، في ذاكرة الكرسي السائق لوضعين، تحكم في اغلاق المرايات، تحكم في اغلاق الشبابيك كاملة، ساعات تخزينية مضافة على السيارة طبعا، وفي خط كروم بيضيف شياكة يعني على شكل الباب وهو مفتوح. طيب هنشوف أزرار التحكم اللي عند السائق، هاند بريك أوتوماتيك، تنبيه عند الخروج من الحارات، تحكم في صوت الحساسات وإلغائها، تحكم في خاصية إطفاء الماكينة عند الإشارات أو الأوتو ستوب، تقدر تفصله لو أنت مش حابب تستخدمه، ودي حاجة جديدة مضافة عليها. طبعا تراكشن كنترول والداون هيل اسيست اللي هو مساعد في المنحدرات، وفي عندنا زر هنا لفصل الايرباج قبل الدخول في الرمل، لانه طبعا الايرباج مصمم على ان هو يفتح عند درجة ميل معينة للسيارة، فبتفصل الايرباجز قبل ما تدخل الرمل. طبعا 4x4 كامل اوتو، و4 هاي و4 لو و2 هاي، الاضاءة اوتوماتيك، تحكم في ضغط البريك مع التريل لو في عندك تريل، وفي عندنا حاجة مهمة جدا هنا الهيدز اب ديسبلاي. الهيدز اب ديسبلاي احنا هنحاول نشوفه من فوق من بره السيارة، حتى زي ما انتم شايفين ما شاء الله شاشة كبيرة جدا، هي فعليا 15 انش، دي تقريبا اكبر شاشة هيدز اب ديسبلاي موجودة في السوق في اي سيارة، من حتى اكبر من سيارات المنافسين. تحكم طبعا في وضعية السائق كل اوتوماتيك، هو احنا عندنا زي ما انتم شايفين لون جديد لنوع الجلد، نوعه ولونه مختلف عن مكان، نشوف من بره عشان تعرفوا تميزوا اللون. تمام، كمان في عندنا تحكم اوتوماتيك في الستيرنج، هندخل ونشوف طبعا كل حاجه، بس قبل ما نشغل السياره نلف لفه حوالين السياره عشان نعرف ايه المواصفات.
السيارة بتكون طبعا ماكينة 5.3 V8 دايناميك فيول مانجمنت، يعني السيارة بتفصل 6 سلندر وتشغل سلندرين حسب الار بي ام والسرعة، وبقية السلندرات بتكون حرة دايناميك حسب ما هي السيارة ما بتحتاج من باور وبترول، بتشغل وتفصل سلندرات بدون تدخل من السائق طبعا. ده اكيد كله بيساعد في استهلاك وصرفية البترول. زي ما انتم شايفين المساحة ما شاء الله كبيرة جدا، بقت اكبر بكتير عن السيارة القديمة او الشكل اللي قبلها. زي ما احنا شايفين بانوراميك سان روف، شاشة خلفية 12.6 انش، كمان دي تعتبر اكبر شاشات خلفية موجودة في اي سيارة من سياراتنا، وحتى اكبر من سيارات المنافسين. طيب نشوف من الخلف، الاضاءة طبعا زي ما انتم شايفين في كفر شفاف بلون دخاني شوية، كلمة شيفروليه طبعا، ده هنا بينور ال اي دي بالليل، شكله بيبقى مهم جدا، بيبين في الضلمة في الضباب بالليل او بالنهار. زي ما قلنا ان في عندنا 4 اكزوست، 2 في كل جهة او كل زاوية، مع شعار التاهو وشعار الشيفروليه الذهبي، الخطين زي ما احنا شايفين دخاني، وفي خط كروم عند الاكزوست او البامبر او الدعمية الخلفية، حساسات خلفية طبعا. لو هيظهر هنا عندنا في الفيديو في كاميرتين خلفيتين، هنشوفهم من الداخل ايه وظيفتهم. المساحة الهيدن او المختفية، ستوب لايت، سبويلر على جسم السيارة، تمام. كل ده بيساعد طبعا في ديناميكية السيارة وهي ماشية على الطريق عشان مقاومة الهواء على جسم السيارة. خلينا نشوف الدبة بتاعتها، فتحتين، تمام. ده حجم الدبة الخلفية بتاعتنا، والسيتس كلها نازلة زي ما احنا شايفين. فتحات المكيف عند كل راكب، اير باجز عند كل راكب، وفي وصلات يو اس بي عند كل راكب كمان، يو اس بي تايب سي طبعا. نشوف هنا الزرين بيرفع السيت، يعني مهم جدا الناس تشوف حجم الدبة الخلفية بعد ما تم اضافة مساحة ما شاء الله ممتازة، بعد ما شاسيه السيارة طول طبعا شوية عن القديم. ده حجم الدبة الخلفية والسيتات مفتوحة، شايفين بيشيل يعني في مساحة كافية طبعا، في مساحة ساعة تخزين تحت الدبة الخلفية كمان. طبعا عشان تفتح الدبة بيكون في شعار شيفروليه على الأرض بيظهر بالليل أكتر، تقدر بس تمشي عند الشعار الشيفروليه ال اي دي اللي بيكون منور على الارض بيفتح لك الدبة. نشوف حجم او المساحة الخلفية للركاب الخلفيين، زي ما انتم شايفين ما شاء الله هيشيل ركاب كبار، مش هنشيل هم ان ركاب كبار يكونوا راكبين ورا، وان احنا يكون عندنا الدبة الخلفية زي ما انتم عارفين. نحاول نقرب من هنا كمان، ده حجم المساحة الخلفية كبيرة جدا ما شاء الله. وطبعا حابب ترد السيت شويه كمان، ده حجم المساحه الخلفيه للركاب في الصف الثاني. طيب يلا بينا نشوف السياره من قدام. طيب احنا مره تانية دخلنا داخل السياره وهنشوف من الداخل، طبعا احنا شايفين في لمسات ما شاء الله جماليه كتير، تخشيب، نوع الجلد ولونه، شكل الباب وهو مفتوح طبعا، نوع الجلد. هنشوف هنا في ساعة تخزين، الأربع إشارات، نشوف الشاشة بتاعتنا طبعا الرئيسية. عندنا الجير طبعا تم تغييره، بقى طبعا إلكترونيك، وعشرة غيار أوتوماتيك زي ما انتم شايفين، هو P و R
لا هنا زر هنا بتسحب، هنا زر هنا بتسحب. التحكم في المانيوال درايف، وطبعا تشغيل بالزر او بالبصمه، ستارت انجن ستوب. الهيد اب ديسبلاي انا عايز احاول اوريه لكم، ممكن تشوفوه قدامنا. ده شكل الهيد اب ديسبلاي، نحاول ان احنا نبينه اكتر شويه. طبعا عداد السرعه بيظهر قدامنا، الرادار وتحديد المسافة بينك وبين السيارة اللي قدامك عشان الأمان، النافيجيشن لو انت مشغل نافيجيشن بتدور على ديستنيشن معين، طبعا الكليرنس ونوع الموديل اللي انت ماشي عليه، تو ويل درايف اوتوماتيك او 4x4. تمام. طيب شفنا الهيد اب ديسبلاي، هنشوف العداد بتاعنا عامل ازاي. طبعا 2 انالوج وشاشة 8 انش بتوري لك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عند قيادة السيارة. الشاشة الرئيسية هي اللي قدامنا، طبعا نقدر نغيرها من الازرار زي ما انتم شايفين، السرعة، المسافة المقطوعة، متوسط استهلاك البترول، عمر الزيت، مقياس ضغط الاطارات، صلاحية مرشح الهواء، دي كمان مهمة جدا اللي هو فلتر الهواء. كمان بيوري لك صلاحية البريكات الامامية والخلفية، وعدد وقت طبعا، والمسافة السيارة الامامية اللي انت بتحددها مسبقا، ساعة تشغيل المحرك، كل المعلومات اللي بتحتاجها. ده طبعا درجة حرارة الجير، ودي مهمة جدا. طب نشوف القائمة اللي بعدها، هنا الراديو او الميوزك، النافيجيشن بيظهر عندنا هنا، وعلى الهيد اب ديسبلاي زي ما احنا قلنا تقدر تشغل الاثنين منفصلين عن بعض زي ما تحب. البلوتوث طبعا، والتحكم السيتنجز او الخيارات اللي تحب تعرضها على شاشتك زي ما احنا شايفين. دي الشاشة الرئيسية بتوريك كمان سرعة الشارع اللي انت ماشي عليه. طيب في عندنا هنا كمان في الجهة اليسرى تحكم في مثبت السرعة فوق وتحت، تسخين الستيرنج أو السكان، تحكم في تحديد المسافة الآمنة ما بينك وبين السيارة اللي أمامك، كل ده بيظهر هنا كمان. طيب نشوف ايه اللي عندنا هنا في الشاشة الرئيسية. صوت استهلاك، مرة تانية صوت التليفون اللي بتوصل، نافيجيشن، نقطة الوصول للواي فاي، السيارة بيكون فيها واي فاي طبعا بيكون باشتراك عن طريق الخدمة الجديدة اللي اسمها اون ستار، مع تحديد مشغل الشبكة عندك اللي انت متوصل معاه او مشترك معاه، والاندرويد اوتو والابل كار بلاي، اعدادات طبعا بروفايل لكل المستخدمين. هنا خدمة الاون ستار زي ما احنا شايفين، والابليكيشنز عندنا الكاميرات، والتحكم في المكيف من الشاشة، تقدر تفصل طبعا المكيف الخلفي عشان لو في ركاب ورا ما يلعبوش فيه خاصة الاطفال. الكاميرات نشوف الكاميرات. طيب نشوف الكاميرات بعد شوية. عندنا هنا تحكم في كل الوظائف اللي احنا قلنا عليها من بره كمان، تبريد وتسخين في الكراسي، تحكم في المكيف الخلفي، درجة الحرارة، قوة الدفع في المروحة، والشاشة الرئيسية طبعا. عندنا هنا الكاميرا بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها من ورا، دي كده المراية العادية خالص، توري لك الطريق اللي وراك، ولو في ركاب كبار، ضباب، ظلام، تقدر تشغل الكاميرا الخلفية وتعرض عليها اللي انت عايزه، زوم ان، زوم اوت، طلعها فوق شوية، ده بيساعد جدا. يعني مجرد تتعود عليها خلاص متقدرش تسوق من غيرها تقريبا، تفتحها ضمائها حسب بالليل او بالنهار. شوف عندنا ايه كمان هنا، في شحن لاسلكي للتليفون زي ما انتم شايفين، والشحن لاسلكي للتليفون
بنستخدمه في شحن التليفون، واحنا عندنا طبعا خدمة الابل كار بلاي الجديدة. زمان كانت بالكيبل بس، دلوقتي تقدر تعملها وايرلس، يعني تشغل كل اللي عندك على التليفون ويظهر على الشاشة الرئيسية بدون ما توصل بأي كابلات، ودي وظيفة مهمة جدا وجديدة، وناس كتير كانت بتتمنى وجودها، الحمد لله بقت موجودة. تمام، هننزل بقى نشوف، بس قبل ما ننزل خلينا نشوف الاس او اس والاون ستار. في عندنا تحكم في السيتس الخلفية اخر صف، يقدر السائق يتحكم فيه، يطلعه وينزله حسب الحاجة. وطبعا فيه كمان دي جديدة عندنا البانوراميك سان روف، زي ما انتم شايفين ما شاء الله. تمام، يلا بينا نشوف الخلفية عاملة ازاي. كراسي من الخلف، زي ما انتم شايفين الشاشة اللي احنا قلنا عليها هي اكبر شاشات موجودة في السوق حاليا للركاب الخلفيين. شاشة بتكون 12.6 انش. تمام، خلينا نقفل الباب عشان نشوفه لو الاضاءة تساعدنا في التصوير. طيب عندنا النافيجيشن بيظهر هنا في الشاشتين الخلفيتين، نقدر نشاركهم او كل واحد يكون منفصل. تمام، دي مهمة جدا، دورنا على اي ديستنيشن. معلش احنا شغلنا المكيف يمكن صوته عالي شوية. ندور على اي شيء هنا. طيب دورنا لقينا اقرب كافيه لينا اسمه نغم كافيه، ده مش اعلان. طيب نقدر نعمل ارسال، ارسال الطلب بيروح عند السائق الامامي زي ما انتم شايفين. تمام، ويقدر يعمل له قبول او الغاء. نرسله مره تانية، نروح للسائق الامامي، قبول. تمام، ويقول له انطلق كده خلاص. يبقى الراكب الخلفي زي ما انتم شايفين خبر السائق ان هو عايز يروح على ديستنيشن او مكان معين، لوكيشن معين، وبيرسله له، بس مجرد ما يرسله له بالزر زي ما انتم شايفين يوصل عند السائق، السائق يروح دايركت ليه او مباشره على الديستنيشن. الشاشه الثانيه طبعا نفس الطريقه، كمان نفس الخدمات، يقدر يعمل نفس الحركه، يبعت لوكيشن للسائق، دي مهمة جدا. وطبعا الشاشة بتتحرك زي ما انتم شايفين، بتميل ورا قدام. نرجع نشوف الشاشة الرئيسية الخلفية، تقدر توصل لها الميوزك او موسيقى عبر اليو اس بي، التوصيلات كلها اتش دي ام اي 1 و 2 ويو اس بي، تقدر تشغل فيديو، توصل السماعات بالوايرلس. عندنا حاجة اسمها ميرا كاست، الميرا كاست دي بتشتغل عن طريق التليفونات بدون ما توصل الكيبل للشاشتين الخلفيتين. تمام، كل شاشة منفصلة او متصلة حسب الرغبة، يعني ممكن الراكب اللي على اليمين يشغل اي شيء عن طريق تليفونه ويوصله للراكب اليسار، يتعرض على الشاشة. الناس كتير كانت بيهمها ان الخدمة دي تكون موجودة، الحمد لله بقت موجودة. توصل تليفونك بالوايرلس على الشاشة وتعرض الفيديوهات اللي انت عايزها وتتفرج عليها وتسمع الميوزك بتاعتك لوحدك او تشارك مع الراكب اللي جنبك، طبعا حسب الركاب واعمارهم وسنهم. تمام، ده شكل التابلو بتاعنا ما شاء الله. في تحكم كمان خلفي للركاب للمكيف، واحنا قلنا بنقدر نفصله من الامام. في عندنا هنا السدة او المسند، خلينا نشوف ايه اللي فيه لان فيه حاجه مهمه جدا. طيب زي ما انتم شايفين كمان حسب رغبه ناس كتير تم اضافه فريدج وفريزر او ثلاجه، مش كول بوكس. تمام، فريزر، تقدر تتحكم في درجه البروده
ده كده تبريد، ده هيبرد، وضغطة تانية كل الموجود هنا هيتجمد. طبعا بينفعنا في موضوع الأدوية، مية طبعا، مشروبات، تلج، تمام، أي حاجة هتساعدنا طبعا في الطريق أو في رحلتنا. مشروباتنا أو الأدوية بتاعتنا تكون مجمدة، لأن في بعض الأدوية طبعا تتطلب التجميد. سماعات البوز ورا وقدام احنا قلنا عليها، تمام. شكل السيارة مرة تانية، في هنا زر ينزل السيت التاني زي ما انتم شايفين اوتوماتيك، ضغطة تانية يرفعه كمان اوتوماتيك، دي المساحة الخلفية، بيكبر لك طبعا، تقدر تطلع بكل سهولة على الصف الأخير. أنا هقعد في الصف الأخير، تمام. نشوف عندنا هنا كمان ساعات تخزين، كاب هولدرز، USB-C، شماعة، مكيف، ايربادز، كل الركاب أقدر أتحكم في إن أنا أحرك السيت الأمامي أو اللي قدامي في الصف التاني أوتوماتيك، ونفس الكلام للسائق اللي على الراكب اللي على اليمين في الخلف. زي ما انتم شايفين المساحه ما شاء الله كبيره، زي ما احنا قلنا هنركب ركاب كبار يقعدوا براحتهم في الصف الاخير. نظره تانيه، شكل السياره من الداخل، انا فعليا واقف تقريبا في السياره داخل السيارة، واقف داخل السيارة. الدواسة الاوتوماتيك تساعدنا طبعا، قفلنا الباب، السيارة عشان زي ما انتم شايفين اهو طلعت الدواسة اوتوماتيك. ده شكل الإضاءة بتاعتنا ال LED سيجنتشر جديد ما شاء الله، شكله رائع على السيارة. طبعا مستنيين تعليقاتكم على التقرير على اليوتيوب عندنا، واي اسئله انتم حابين تسالوا عليها. معاكم مهند غلام، 050-516-3525 من بن حموده للسيارات في شيفروليه ابو ظبي. ولو حابين تعرفوا اي حاجه يا ريت تسالونا على قناتنا على اليوتيوب، واحنا حاضرين ان شاء الله نرد على كل استفساراتكم. أهلا بكم، باي باي.